في إطار حملاته الإنسانية المستمرة، يواصل المشروع العربي في العراق بحملات دعم العوائل المتضررة من جراء تبعات جائحة كورونا في عدد من المحافظات، والتي كان من آخرها في محافظة صلاح الدين. نشكر الشيخ خميسة خنجر على هذه المبادرة الطيبة ولرعاية الأيتام والفقراء، نقول له بارك الله بك وما قصرت بهذا الظرف هذا الراهن جائحة كورونا. ونشكر كل من نشكر ست نبراس على هذه المبادرة، ونشكر المشروع العربي. إلى ذلك، باشرت كوادر المشروع العربي في العراق بتوزيع سلات غذائية على العوائل المتعففة في مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار. وقالت كوادر المشروع أن الحملة انطلقت بتوجيه من الأمين العام للمشروع العربي الشيخ خميس الخنجر بعد توقف أعمال أصحاب المهن اليومية بسبب تفشي فيروس كورونا والحظر الصحي الذي طال أغلب مدن المحافظة، فيما أشارت الكوادر إلى أن الحملة مستمرة في مدن عدة من أرجاء البلاد. بتوجيه من الأمين العام الشيخ خميس الخنجر، قام مكتب الفلوجة بحملة سلات غذائية في منطقة عامرية الصمود في منطقة البهوة، وهناك عدة حملات سوف نقوم بها في الأيام القادمة بسبب أزمة جائحة كورونا.